اهلا بكم دايما في الناس الحلوه. اهلا بكم. هسألك سؤال، ايه الفرق بين الانسان اللي انت تشوفه كده تلاقيه ديسنت، مهذب جدا، طيب جدا، راجل يعني مأمون العواقب، تعرف تتعامل معاه كويس قوي، وبين المجرم عديد الاجرام، البني ادم الخبيث، البني ادم الحقير؟ انا ما بشوش على حد. ايه الفرق بين الاثنين في رايكم؟ السر يكمن في الفص الامامي في المخ. السر يكمن في الفص الامامي في المخ. منطقه في المخ حيرت العالم ولا حد عارف عنها حاجه، والعلمك دي من اسرار الدفينه اللي فعلا بتبين لنا وما اوتيتم من العلم الا قليل. اسمها منطقه اسمها بريفرونتال اريا. الفص الامامي في المخ دي او ناصيه المخ هي دي اللي تفرق في البرسوناليتي، في الشخصيه، هي دي اللي تديك البيهيفير، هي دي اللي تديك الكلين، الاعتماد، النظافه العامه، دي اللي فارق بين انسان بيستحمى كل يوم وانسان بيستحمى من العيد للعيد. هي في المنطقه دي، في الفص الامامي في المخ، هي دي الفرق بين انسان عارف ان هو لما يكون عايز يروح الحمام بيروح الحمام، بيروح الدبليو سي، ما بيروحش جنب اي حاجه، يعني انت واخد بالك انت بالكلام. هي دي البري فرونتال اريا، المنطقه دي. في امراض بقى بتضرب المنطقه دي، تعرفين من اشهر الامراض اللي بتضرب المنطقه دي مرض خطير جدا، هو قل دلوقتي قوي، بس يعني في علماء الجلديه بيقولوا انه بدا يرجع تاني او بدا يظهر بشكل تاني. مرض اسمه الزهري، السفلس. وفي مرض تاني بس مرض الحقيقه يعني محترم في صورته او محترم فيه، مرض كده اسمه هانتينجتون كوريا، مرض من امراض الكوريا، حاله من حالات المخيه يعني، اللي بيضرب الفص الامامي في المخ. لو اتضرب الفص، شوف الزهري ده مرض جنسي، مرض بسبب علاقات محرمه. ده لو اتضرب الفص الامامي في المخ يتحول الانسان الى ابله. والكوريا دي قصه تانية هحكي لكم عليها، بس ده بيخلي الانسان يعمل ايه بقى؟ بيرسوناليتي وبيهيفير تشينجز، تغيرات في الشخصيه يعني تيجي تتكلم معاه، تتكلم معاه ممكن جدا يكون عنيف جدا معاك، وممكن يتصرف تصرفات فيها عدوانيه شديده. ايضا ممكن جدا يبقى مش مهتم بنفسه خالص خالص، ولا حموم ولا يحلق ولا حاجه خالص. احسن صوره، بس طبعا في اسباب تانية له، الصدمات العنيفه جدا، الخبطات القويه جدا، النزيف المخي، كل تروما جامده تعمل نزيف يعصر، بس ده حالات ورم يضرب الفص الامامي في المخ، ده الاشهر شويه. اتعمل حلو قوي، الله يرحمه الفنان العظيم الجميل خالد صالح، عمله باتقان شديد جدا في فيلم اسمه مع الرائع العبقري خالد الصاوي، الاثنين عملوا فيلم واحد مع بعض، فيلم ده اسمه ايه؟ الحرامي والعبيط، فاكرين الفيلم ده؟ هو خالد صالح الله يرحمه مثل بدقه شديده جدا صوره الانسان اللي عنده الفص الامامي في المخ دمر تدمر، وممكن تحصل في حد كويس، يعني حد كان شغال كويس وكويس وعاقل جدا ويتضرب الفص الامامي في المخ، يفقد الانسان السيطره على كل مشاعره. العبقري محمود حميده عمله فيلم قديم اسمه مش فاكر اسم الفيلم، بس عمل واحد تغير شخصيته خالص وساب عيلته وراح عاش في حياه الشوارع ومش عارف ايه والكلام ده كله، وبدا يتصرف تصرفات غير مسؤوله. ده تصرف ينم على دراسه عميقه لحاله نفسيه اسمها اصابه الفص الامامي في المخ. الكوريا بقى اللي بحكي لكم عليها، اللي هي اسم نادر قوي اسمه هانتينجتون كوريا، ده مرض نادر، مرض وراثي، وبيبقى فيه الفص الامامي لما يتضرب ما بيبقاش الانسان يتحول الى انسان فاقد العقليه بس، لا ده بيبقى نقدر نقول عليه عنده انسانيتي او عنده نوع من الجنون، بس خطر، ده ممكن يكون خطر على اللي حواليه، عشان كده ده بيتحط في عزل طبي وبيتعامل معامله معينه. طبعا علماء النفس وعلماء الطب النفسي يشرحوه بشكل افضل، لكن ده ممكن يكون الى حد ما خطر على المره، ممكن يتصرف تصرفات فيها نوع من الاجريشن، فيها نوع من العداوه الشديده، انت ما بتقدرش تسيطر عليه، لازم الطب يتدخل معاه، ودي حاله اتعملت في فيلم قبل كده بس ما اتشرحتش بالتفصيل. مرض خطير جدا وموجود في العالم، وللاسف في له صور
مختلفة، لكن في العرب بيشرحوه. احنا بدأنا نهتم بالحالات النفسية وبدأنا نتكلم عليها، والدراما السنة دي في رمضان لأول مرة من سنين تتكلم على النواحي النفسية بشكل متعمق، وبشكل في من العلم جزء طيب جدا، لكن فيه خروج طبعا على العلم في أجزاء تانية، لكن دي خطوة جيدة جدا. لكن خلونا نقول انه الأمراض النفسية والأمراض العصبية بحر ما ينتهيش، نفهم أكتر. بس خلوكوا مع الناس الحلوة. معالج الشكل في المرض بيؤثر على الوظيفة. كلمة فشل جراحة سمنة دي أنا حتى كدكتور يعني إيه جراحة سمنة فشل؟ التارجت بتاعنا في كل العمليات حقيقة واحد. سوء اختيار العملية بيلعب دور رئيسي في فشل هذه العملية. طبعا. قص الوزن او العمليه بتاعتنا تؤثر باي شكل من الاشكال على الجنين؟ لا طبعا. الاستاذ الدكتور احمد ابراهيم، استاذ جراحات السمنه بكليه الطب جامعه عين شمس، رئيس مجموعه جراحات السمنه بالقسم المصري لكليه الجراحين الامريكيه، سكرتير عام الجمعيه المصريه لجراحات السمنه. أهلا. بما أن احنا اتفقنا على أن السمنة المفرطة والسمنة مرض، بما أننا اتفقنا على أن المصاب بالسمنة المفرطة هو مريض، فهذا المريض في تصنيفي أنا كطبيب هو أكثر مريض عنده حالة من حالات الحيرة. ليه؟ لأنه ممكن جدا في فترة من فترات حياته يكون قاعد مش حاسس أنه بيشتكي من حاجة، مش مشكلة، ما عندوش مشاكل واضحة في الآنية أو في الوقت الحالي، غير بقى أنه مفصله بتوجعه. طبعا في مشاكل وكل حاجة، بس هو متأقلم معاها. رجليه بتوجعه وركبه وظهره بيوجعه وعنده صداع وضغطه مرتفع وعنده سكر، بس هو شايف أن كل دي مشاكل يقدر يتعامل معها، مش زي مثلا مريض الذبحه الصدريه او مريض مشاكل القولون او المعده او مريض مثلا مشاكل خاصه بالنظر، انفصال شبكيه. دول مرضى امرجنس هيروح يعملوا شغل على طول ويعملوا طب. لكن المريض ده مريض محتار، اعمل ولا ما اعملش؟ اصلح ولا ما اصلحش؟ ايه الطريق الصح؟ امشي في طرق بيقولوا لي عليها صح او مثلا سهله، رجيم يمشي فيه شويه يفشل يرجع تاني، ولا اعمل جراحه؟ هذا الطبيب، هذا المريض المحتار هو أكثر مريض على فكرة استفاد من فكرة البرنامج بتاعنا، فكرة دكتور الناس الحلوة أو الناس الحلوة في رمضان. أفاد جدا مرضى السمنة المفرطة، لأنه الحوار في كل اللقاءات أو الحوارات السمنة المفرطة كان مباشرا جدا. من هذا يكون هذه الحلقة شديدة الأهمية، لأنها مع قمة من قمم جراحات السمنة في مصر، واحد من رواد هذا الأمر، وشرف كبير لينا جدا ان احنا نستضيفه. وبلا شك هذا البرنامج خصوصا في رمضان اتاح له فرصه الحوار الموجه المباشر للمشكله ما بين الوهم والشك واليقين والابيض والاسود والرمادي والرجاني والمتهم والبريء. القمه العلميه الكبيره والاسم الكبير استاذنا الاستاذ دكتور احمد ابراهيم، اهلا بيك. اهلا وسهلا. عايز ابدا الحوار من منطقه مهمه جدا، منطقه يمكن غير يعني النهارده هسال حضرتك في وسط الاسئله بشكل غير مباشر عن السخريه من مريض السمنة كيف تؤثر، بس مش هسمع الإجابة دلوقتي، في وقتها هسأل حضرتك عن مرضى السمنة في مواقف قد يظن البعض أنها مواقف آمنة لكنها في منتهى الخطورة. في منتهى الخطورة يروح يلعب جيم من غير ترتيب، يحضر برنامج مسابقات أو برنامج فيه ألعاب أو برنامج فيه كاميرا خفية بدون ما يدرك خطورة تعرضه للتوتر العصبي أو التوتر البدني هيكون عامل إزاي. في هذا الحوار المثير دعنا نبدأ بالمنطقة الأولى. أبيض أسود أم رمادي؟ أبيض وأسود ورمادي؟ السؤال الأول هام جدا. يقول البعض ويعتقد اعتقادا جازما بأن السبب الرئيسي في السمنة المفرطة هو عامل وراثي وليس عادات خاطئة، وبذلك يتبرؤون من عادتهم بشكل ضمني ويلقون التبعية على أن الأب والأم والعيلة، ويقولون هم الذين أورثوني وهذا ما جانته علي عائلتي وليس ما اقترفته يدي. هل هذا أبيض أم أسود أم رمادي؟ لا للأسف أسود. أسود. طبعا العوامل الوراثية بتساعد على حدوث السمنة، إنما مش معنى كده إن كل واحد عنده جينات
بتساعده على السمنه ان مكتوب عليه انه يكون مريض سمنه منفرده. ده عامل مساعد، انما العادات الغذائيه هي الاساس في موضوع السمنه المنفرده في ذات الوزن. يعني السمنه المنفرده نتيجه عادات غذائيه خاطئه. ممكن حد يقول لك في بعض الناس بتاكل اكتر مني وما بتزيدش، تمام؟ هو برضو معادله ما بين كميه الاكل اللي المريض بياكلها وكميه الاكل هو محتاجها. بعض العوامل الوراثيه بتخلي استعداد الانسان ناحيه ان هو يحتفظ بالدهون بنسبه اعلى. في بعض الناس عندهم احنا عندنا اكتر من 23 جين مسؤول عن او متهم في السمنه، انها مش بالضروره عشان واحد عنده جين او اثنين او حتى 23 كلهم انه يبقى مريض سمنه منفرده. برضه بنفس المنطقه وفي نفس المنطقه يعلق الكثيرين سبب السمنه المنفرده على اختلالات هرمونيه، فيقولون انها السبب الاساسي في حدوث السمنه، وبالتالي ليست برضه العادات هي الاساس. ابيض اسود ام رمادي؟ لا اسود، لان 3% بس. 3% بس؟ من المرضى اللي عندهم سمنه منفرده هي اللي عندهم سمنه منفرده نتيجه خلل هرموني. طبعا لو دي نتيجه خلل هرموني لازم نصلح الاول الخلل الهرموني. انا 97% للاسف ما عندهمش. 3% اللي هو احنا عاملين عليهم الهلوله بتاعت نقص الغده الدرقيه وارتفاع الكورتيزول. وبرده احد الحاجات برده اللي هي اللي بتترد كتير قوي خلاص، اللي هو اصلا الحرق عنده ضعيف. يعني اول حاجه عشان نقدر نقول كلمه الحرق ضعيف دي لازم يكون او احنا بنقيس حاجه اسمها البيزا ميتابوليكريت اللي هو الحرق القاعدي، اللي هو عمليه الحرق اللي بيقوم بها الانسان بدون اي حركه. عندنا كمان حاجة تانية اسمها الحرق مع المجهود، خلاص يعني كل سلمة أنت بتطلعها بتحرق، كل متر أنت بتمشيه بيحرق، كل متر أنت بتجريه بيحرق، كل حركة بتعملها بإيدك براسك كل دي حاجات بتحرق. إحنا ما عندناش قدرة نقيس هذه المجموعة، إنما عندنا قدرة نقيس فقط حاجة اسمها البيزا الميتابوليك ريت. والبيزا الميتابوليك ريت أو المعدل الحرق اللي إحنا اللي بيتقاس في الأجهزة ده فقط بيشير إلى كتلة العضلات، له علاقة مباشرة بكتلة العضلات. وبالتالي فبرضه حتى الحرق لو معدل الحرق القاعدي قليل خلاص، ده مش معنى كده ان هو مش ممكن يزيد، هو له علاقه مباشره بنسبه العضلات. انما الجزء الاهم في الحرق هو القيام على الحركه مش الحرق القاعدي. الوجبات السريعه تلعب دورا كبيرا في ارتفاع معدلات السمنه، مش في مصر ولا في المنطقه العربيه بل في العالم كله. ابيض اسود ام رمادي؟ طبعا ابيض. ابيض جدا. ابيض جدا. وفي حاجه غريبه كمان حصلت في خلال ال 20 30 سنه اللي فاتت، ان حتى السعرات الحراريه جوه الوجبات في بعض المطاعم اللي هي موجوده من ايام الستينات والسبعينات. يعني احد المطاعم الشهيره في العالم او سلسله مطاعم شهيره كان حجم الوجبه الميل بتاعتها في حوالي 780 سعر حراري في الستينات. في الالفينات ارتفع الرقم ده من 780 ل 3000. معنى كده ان استخدام الدسم في الاكل زاد، نسبه الدهون في الاكل زادت، نوع العيش بقى دي عالي الاستخلاص. الاحجام زادت. بعض الدول الحقيقه بدات تاخد اجراءات ناحيه هذا الموضوع. هناك سؤال هام جدا في منطقه كثير من المرضى بتخوفوا منه، هل مريض السمنه المفرطه بعد اجراء عمليه من جراحات السمنه محتم عليه ومجبر انه هيسير على نظام غذائي طول حياته؟ ده الفكر. ابيض ام اسود او رمادي هذا المعتقد؟ لا يعني رمادي على اسود كده خلاص. يعني اقرب الى الرمادي. طبعا يجب على كل مريض اجرى جراحه لانقاص الوزن انه يعرف ايه هي نقط قوه الجراحه بتاعته وهي نقط ضعفه. هل احنا عندنا العمليه الكامله او العمليه اللي هي المثاليه؟ هل وصلنا للعمليه المثاليه؟ لا ما وصلناش خلاص، واشك ان احنا في يوم من الايام هنقدر نوصل لحاجه اسمها العمليه المثاليه. ايه هي العمليه المثاليه؟ هو ان المريض يقدر ياكل بنفس الطريقه اللي هو حاببها بنفس العادات الغذائية بتاعته ووزنه يخس ويحتفظ بحالته الصحية جيدة. لا ما عندناش حقيقة عملية بالشكل ده، كل عملية ليها نقط ضعف وليها نقط قوة. مثلا المرضى بتوع العاملين تكميم أو عمليات قايمة على فكرة تصغير المعدة يجب عليهم يعني إنهم ينتبهوا إلى إن الحلويات أو السكريات تمثل نقطة ضعف كبيرة لتحويل المسار، وده ما بيبانش الحقيقة دكتور أيمن في السنة الأولانية خلاص، بيبان غالبا بعد سنتين أو ثلاث سنين من ناحية الخلل بسبب في نوعية الأكل. فيجب عليهم، ما هوش نظام غذائي، مش تبني نظام غذائي، إنما هم خلال الفترة ما بعد العملية على طول يجب عليهم إن هم يكتسبوا عادات غذائية جديدة وتقليل الاعتماد على السكريات بالذات.
في التحويل برضو في شويه عادات غذائيه مهمه. خلاص احنا بنهتم اكتر هنا بنسبه البروتين في الاكل، بنهتم اكتر بانواع معينه في الاكل عشان نقدر نعوض الجزء بتاع تقليل صوص من. ما اقدرش اقول انها نظام غذائي، انما هقدر اقول ان في عادات غذائيه جديده يجب انها تكتسب، والعمليه هتساعدك على اكتسابها، ويجب انك تستغل العمليه من اجل تغيير عاداتك الغذائيه. يعتقد الكثيرون ان عمليه تحويل المسار تخفض الوزن بنسب اكبر او بقوه اكبر وتحرق بشكل اكبر في الخلايا الدهنيه من عمليات تحويل، من عمليه تكميم المعده. هل ده ابيض ام اسود ام رمادي؟ يعني رمادي على ابيض شويه. الحقيقه انه تحويل المسار طبعا هي اقوى، واحنا في كلمه برضه دايما بنقولها ان هي بنعتبرها حاجه اسمها المعيار الذهبي. يعني ايه المقصود بكلمه المعيار الذهبي لجراحات السمنه؟ المقصود بيها انها عمليه ليها نتائج الى حد ما ثابته. بمعنى لو عملنا 100 عيان تحويل مسار وتابعنا نزول الوزن بتاعهم بعد 3 شهور 6 شهور 9 شهور 12 شهر، هنلاقي طبعا مش كلهم هينزلوا بنفس الدرجه، بس كلهم هيمشوا في مجموعه الى حد ما هوموجنس، يعني الى حد ما متناسقه ومتقاربه من ناحيه النتائج، بصرف النظر عن عاداتهم الغذائيه، بصرف النظر عن هم بيميلوا لاكل السكريات، بيميلوا للكميات، بيميلوا للنشويات، هي هتمشي في مجموعه الى حد ما منتظمه. وبالتالي فهي تعتبر وسيله لمقارنتها باي عمليه يعني باي عمليه اخرى. تحويل المسار لانها حقيقه مش عمليه واحده، هي مجموعه عمليات، جزء يتعلق بتصغير المعده، وجزء يتعلق بتقليل الامتصاص، وجزء يتعلق بما يعرف باسم الدامبنج، وجزء يتعلق بتقليل مستوى هرمون الجوع، والناس كتير بتنسى ان تحويل المسار مستوى هرمون الجوع فيها بيقل برضه. وبالتالي فهي كونها مالتي فاكتور يعني كونها بتخاطب كذا مجموعه، فهي متوقع ان يكون نتائج نزول الوزن بتاعها اقوى شويه. هذا حوار مهم للغايه، سننتقل فيه الى منطقه في جراحات السمنه والبرياتريك سيرجري، منطقه انا شايفها يعني الاكثر اثاره لانها هي المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ نقطه فيصليه وهامه جدا عشان نحط نقط على الحروف. من يجري جراحة سمنة مفرطة للأطفال؟ جراحة سمنة مفرطة للأطفال، هل هو متهم أم جاني أو بريء؟ وأقصد هنا الأهل والجراح الاثنين. لا هو متهم بمعنى هو مش جاني، مش جاني ومش بريء. متهم يعني لسه هنبحث في عمره. هنبحث في عمره خلاص. زي الرمادي كده. أول حاجة أطفال، أنا قصدي بيهم ما قبل سن البلوغ، تمام؟ لأن الحقيقة ما بعد سن البلوغ دول تعرف عندنا اسمهم سنة المراهقين، ودي ليها وضع مختلف، وإحنا نعتبر إن أي حد عدى سنتين من البلوغ وأتم البلوغ يمكن معاملته في مرحلة المراهقة، تمام؟ ودي برضو ليها شروطات خاصة، إنما سنة الأطفال بالذات بقى فيها مشكلة. سمة الأطفال الجراحات اللي بتجرى لسمة الأطفال يجب إنها تراعي، أو المتابعة بتاعت المرضى دول يجب إنها تراعي إن في مرحلة نمو، والنمو ده نمو جسماني محتاج مجموعات معينة من الأكل، محتاجة مجموعات معينة من الفيتامينات، محتاج مجموعات من العناصر الغذائية. بعض المرضى اللي خلاص قرروا يعملوا جراحة سمنة مفرطة وخدوا بعض مع حضرتك الكثير على فكرة، قبل المعد يومين أو ثلاثة أو أربعة بيقعدوا يأكلوا كل ما لذ وطب اعتقادا منهم إنه خلاص هيتحرم من الحاجات دي، وممكن دي تعمل مشكلة ضخمة جدا. طبعا تعمل مشكلة. متهم جاني أم بريء؟ لا طبعا ده جاني جاني جاني، وإحنا بنشوف أرقام غريبة يا دكتور عماد. أنا في عندي مريض وقالت يعني هنعمل معاد عملية بعد شهر، تمام؟ فيوم معاد العملية للأسف كان زايد 24 كيلو في شهر، تمام؟ وده انا اعتقد ان هو يخش موسوعة جينيس، يعني ده رقم قياسي. هل ده حاجه يعني مش هتفرق معانا؟ لا هتفرق خلاص، واي كيلو زياده وخصوصا في الشهر الاخراني ده بيخلي حجم الكبد اولا اكبر، بيخلي كمان تراكمات الدهون الداخليه مش الخارجيه اعنف، وده بيخلي الامور اصعب عليه اكيد. تاني حاجه هو ايه العمليه اللي هتحرمه من الاكل؟ يعني احنا ما عندناش عمليه تحرمه من الاكل مدى الحياه. يمكن الفتره اللي هي 5 اسابيع او 6 اسابيع الاولانيين يمكن فيهم شويه ريستريكشن على نوعيه الاكل من حيث القوام بتاعه.
انما بعد 6 اسابيع احنا تقريبا بنسمح به اكتر من 95% من الاكل، بتبقى مجموعه بسيطه جدا اللي بنسمح بيها بعد 3 شهور اللي هي المقليات مثلا او المياه الغازيه او الحاجات اللي فيها خل وليمون، يعني انواع معينه من الاكل هي اللي بتخش بعد حوالي 3 شهور، انما 90% من الاكل بيخش بعد فتره ما بين 5 اسابيع الى 6 اسابيع. فاتمنى طبعا من المرضى بتوعنا انهم ما يعملوش المنظر اللي شفناه في الكرتون ده. راح قلت العمليات وحط السندوتش. خلي بالكم ان كل الكوميكس الموجوده في العالم كله المتحضر عن السمنه تسخر من السمنه، ما تسخرش من مرضها، عشان كده بيرسموها شكل كرتوني، ما بيجيبش شخصيه حقيقيه ويسخر منها، لكن هو بيسخر من شكل وتصرفات في صوره كرتونيه، وده شيء مقبول عشان نخلي الاطفال كمان ما يحبوش يكونوا سمان، ده شيء مقبول من ناحيه نفسيه، لكن ان انا اجيب شخص بنفسه بذاته وعامل منه زي ما بيقولوا يعني موضوع السخرية، لا ده شيء غير متقبل. عند فشل جراحة السمنة بسبب عدم التزام المريض بتعليمات الطبيب، يكون الطبيب في هذه الحالة متهم أم جاني بريء يا عيني؟ لا هيكون أحيانا متهم. متهم؟ ده أنا افتكرته هيبقى بريء. لا مش هيكون بريء قوي ومش هيكون جاني برضه. ده يتوقف على قد ايه هو قعد مع المريض بتاعه وشرح له ايه هي العمليه وشرح له ايه هي نقط قوه العمليه وشرح له ايه هي نقط ضعف العمليه. تاني حاجه ان يكون اجرى الجراحه طبقا للمعايير اللي احنا متفقين عليها او المعايير المتعارف عليها دوليا، بحيث انها يبقى في ريستريكشن يبقى في ريستريكشن، تمام، تصغير الماده يبقى في تصغير الماده، هندبس هندبس، يعني قصدي ليها مقاسات معينه يجب مراعاتها. تالت حاجه انه يكون كمان بعد العمليه ادى المريض بتاعه الارشادات الغذائيه او اللازمه وقاده في خلال الفتره بتاعت نزول الوزن. اذا سنذهب الى الكثير من الاقاويل، الكثير من المفاهيم الخاطئه في يعني اهم واشهر الاشياء التي تمر في عقول المصريين ما بين الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ الوهم والشك واليقين في نقاط مهمة جدا. يقولون أن الدباسات الحديثة أحدثت تطور رهيب في عمليات جراحات السمنة من ناحية رفع نسبة الأمان أو رفع نسبة الأمان لتقترب من 99%، ودي أعلى نسبة أمان في الجراحات على الإطلاق، مفيش 100% أبدا في جراحة ولا في أي حاجة في الدنيا يعني، ولا هيبقى فيه طبعا. طبعا ده يعني مش محتاج أسأل حضرتك لأنه معروف جدا، وهم أم شك أم يقين؟ لا طبعا يقين. التطور يعني طول ما الانسان موجود على الارض لازم هيبقى في تطور، وطبعا التطور هدفه ان احنا نرفع مستوى الامان، مش فقط في حاجه زي التدبيس، حاجه كمان زي النزيف، تمام، ده احد الحاجات اللي احنا بنشوفها حاليا مشاكل من التدبيس في النسخ القديمه. كمان الدباسات الحديثه كمان بتديك بتتكلم مع الجراح، يعني احنا الدباسات زمان احنا كنا بنحدد سمك الانسجه ونبدا نحط الغيارات بتاعتنا على ضوء تقييمنا احنا لسمك الانسجه. الدباسات الحديثه يا دكتور ايمن كمان بتديك مؤشر، خلاص لو نور اخضر معنى كده انك انت التقيت الغيار المناسب الى في الدباسه المناسبه، وبالتالي بنسموها ذكيه. ذكيه، لو في حاجه غلط بتعمل لون احمر وما تضربش، يعني لو دوستها مش تعمل فعالي. هل مجال التطور موجود؟ لان احنا ما زلنا لحد دلوقتي بنغير الدبوس، تمام. لما كانت احد الشركات الكبيره كانت عملت استطلاع راي لاكبر من جراح سمنه في العالم نفسهم في ايه في الجراحات، طلعت افكار جميله كتير، خلاص كان يمكن من اهم الافكار الناس كتير اقترحوها وانا كنت واحد منهم، ان احنا مش عايزين نطلع الدباسه وندخلها، عايزين الدباسه تبقى ريلودبل. التكنولوجي دي هياخد وقت، هياخد، انما الدباسه دي كمان هتبقى برضو اضافه. فاحنا دايما في تطور، واكيد التطور هدفه مصلحه المريض اول. السؤال الجاي مهم جدا. هناك من يعتقد انه يجوز تغيير مقاسات العمليه طبقا لرؤيه الطبيب او العمليه اخترعها هو، أو لتعديل أجراه هو في وجهة نظري وقال لأقربائه أو أحبائه أنه أجرى تعديل. هو لا يصح أنه مثلي يسأل حضرتك في قامتك، ولا مثلي أنه نسأل هذا السؤال، لأنه لا يوجد حاجة في الدنيا اسمها حد اخترع عملية كده هو بيقولها، يعني ده يعني حكاية اختراع عملية ده شيء صعب جدا. بس خلينا نسأل على نمط الأسئلة بتاعتنا، هل ده وهم أم شك أم يقين؟
ان المقاسات ممكن تتغير على ضوء المريض. ده يقين تمام. انما اختراع العمليه طبعا قصة فيري كومبليكيتد تمام. بتعمل تعديل واحد للعمليه وده بيخضع ليه اجراءات طبيه لازم انها تتم في شكل طبي الاول. طبعا اللي بيحصل في مصر مش في مجال جراحه السمنه كمان، ده في مجالات كتير للاسف. وما زال مش عارف ليه المجتمع بيتقبل احيانا او في بعض الجهات المجتمع بتتقبل افكار ان جراحه اختراع عمليه. دي عمليه صعبه جدا جدا ودي عمليه محتاجه دراسات، ودي حاجه الاول لازم تطلع من المجتمع الطبي، يعني مش هتعمل وسائل اعلام، محتاجه طبعا وسائل اعلام، انما وسائل اعلام يجي دورها بعدين بعد المجتمع الطبي ما يقر التعديلات دي. في فرق ما بين اختراع عملية وكمان التعديلات، لان التعديلات لا نهائي، يعني مثلا عمليه تحويل المسار فيها حوالي 1300 تعديل اجراهم يعني جراحين. كان زمان مثلا اساتذتنا يقول لك دي مثلا غرزه الدكتور فلان، دي طريقه الدكتور فلان. ده في العصر القديم، دلوقتي احنا عندنا عصر دوكيومنتيشن، اللي هو انك تقول مثلا انا بعمل العمليه دي بالطريقه دي خلاص، انما ده لا يتنافى مع المقاييس. السؤال بقى الاهم هو هل المقاييس ممكن تتغير؟ طبعا. انت بتنورنا وبنسعد بهذا اللقاء سعاده غامره وقمه علميه كبيره واسم من رواد جراحات السمنه في مصر. وطبعا يعني انا ببقى فخور جدا لما بيكون هذا الحوار موجود، وببقى سعيد وحاسس بالاطمئنان، الاطمئنان من حوار طبي اكاديمي على اعلى مستوى و يعني كمان مصحوبا بضمير طبي موجود على اعلى مستوى. هذا امر مهم جدا خصوصا في عالم من جراحات السمنه الان غير المتخصصين جدا، وهي غير المتخصصين دي تشمل معاني كثيره، غير المؤهلين، غير ذوي الخبره الكافيه، بيتصدر التصدر او التصدر قبل التاهل. ده شيء بقى خطر جدا في جراحات السمنه، وبقى خطر جدا في الطب، وبقى خطر جدا في الحياه العامه كمان غير الطب. لكن خلينا اقول لك ان المرضى انا براهن على ان مستوى ذكائهم بيعلى يوم بعد يوم، قصدي فهمهم يعني للناحيه الطبيه بيعلى يوم بعد يوم، واستيعابهم للنواحي الشرحيه العلميه الدقيقه اللي ممكن تتشرح على اعلى مستوى ايضا عندهم مساحه كبيره جدا في استيعابه، سواء هنا في ناس حلوه او في الدكتور او في رمضان او في غير رمضان. الكلام دوت مهم جدا ليكم، بس انتوا خلي بالكم من صحتكم. نورتنا يا دكتور احمد بيه، خليكم دايما مع الناس الحلوه. بمعدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا. النهارده عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. ناس كمان ثقافتها في الاسنان، لا احنا قدامنا سنين. اي وصفة بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصيرها تدمير الاسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعية الامريكية لتجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الاسنان جامعة نيويورك، احد مطوري حشوية الاسنان التجميلية. اهلا بكم. بلا شك طبعا ضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه دكتور نور الدين مصطفى. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا دكتور، وحشني والله. والله وحشتني جدا. اهلا بك يا هلا. اهلا بك دكتور ايمن. هلا طبعا، صاحبه المعتقدات دائما والافكار الجباره. لا بس يعني عندها معلومات. طبعا هلا. بس صحابي بقى. تصدق من صحابك؟ لا انا مش قوي. مش قوي يعني. طب دكتور في البدايه كده من المعتقدات، يعني عايزين الاول قبل المعتقدات نعرف ايه هو دور الابتسامه وتاثيرها على الحاله النفسيه للانسان. والمعتقدات بقى، هل في ناس بتخاف من تجميل الابتسامه؟ يعني بيجي ناس العياده عند حضرتك ويبقوا عندهم معتقد كده انه تجميل الابتسامه ده هيأثر عليهم بالسلب او هيعمل لهم مشاكل. تمام. والناس اللي مصدقه انه التجميل الاسنان مقصور على الفنانين بس، وده بتاع الفنانين او بتاع البنات، شغل البنات مش شغل الرجاله. لا احنا يعني اي واحد فينا من حقه ان هو يبقى عنده ابتسامه حلوه، او من حقه يبقى جميل عامه باي طريقه. مش من المفروض ان انا اصحى كل يوم من النوم ابص في المرايه واشوف حاجه فيها بتضايقني، يعني احساس مش حلو. فقصه ان التجميل او هوليوود سمايل
انه مرتبط بس بالفنانين، ده كان زمان من 10 15 سنه، كان لسه الموضوع جديد، كانت لسه التكنولوجي مش منتشره، كان لسه غالي. يعني 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 بنتكلم ان هو نزل تقريبا يجي ل 30% من 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 زمان. ثاني حاجه كان اياميها زمان كان ماست عند الفنانين، لان هو ده شغله، هو في الميديا فشغله ان هو يتحتم عليه ويظهر بالمظهر ده. لكن بمرور الوقت بدا يبقى في طبقات المجتمع كلها الحاجه او الديماند ان انا يبقى عندي ابتسامه شكلها حلو. الديماند ده او الحاجه دي خلقها التكنولوجي اللي وفرت التجميل، خلقها الميديا. الميديا عملت دور كبير جدا، نشرت وعي ان 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 في ناس فعلا بيبقى عندها اكتئاب من شكل اسنانها وهو ما يعرفش، مش شرط من شكل اسنانه، من اي ديفو عنده. يعني اللي عنده مشكله في مناخيره، اللي عنده مشكله في شفايفه، اللي عنده مشكله اي مشكله ما بيبص لها وشايفها بعينه، بتوصل ان هو يبقى عنده اكتئاب، بتوصل ان هو ينعزل عن الناس، بتوصل ان هو يبقى ما عندوش ثقه في نفسه. عدم ثقته في نفسه ده ممكن يعمل حاجه من الاثنين، لما يبقى عنيف لما يبقى منعزل. في اطفال بتتعقد وهي صغيره من شكل اسنانها وابتساماتها، وبيفضل طول عمره حاطط ايده على بقه لان باباه ومامته اهملوا فيه وهو سنه صغير، بدات تطلع اسنانه معوجه، بدات الناس تضايقه. هيك ابنك لازم من سن 6 سنين يتابع مع دكتور اطفال لاطفال اسنان، لان ممكن يحصل له مشاكل نقدر نلحقها بدري، نقدر نخليه ما يخشش في مشاكل اكبر، نقدر نحميه من سايكولوجيكال تروما او عقده نفسيه ممكن يفضل متعقد بيها طول عمره. انا كان في ناس معايا وانا صغير، ولد مثلا سنانه معاه، اقول له انت عامل زي وحيد القرن. انت متخيل الطفل ده هيفضل طول الوقت وهو كبير لما بيشوف وحيد القرن بيفتكر انه هو صغير اتقال له انت زي وحيد القرن. الابهات والامهات ليهم دور مهم جدا جدا جدا. انا سمعت ولد عنده 18 سنه بيقول للبابا انت السبب في ان انا عندي 18 سنه وسنين لغايه دلوقتي بايظه. طب تعالى نشوف سوزي بقى. يلا سوزي بقى. حاله مهمه جدا، حاله كانت تحتاج الى علاج. تعالى نشوف مع بعض القصه بتاعتها باختصار ثم نعود لمناقشه الخطه العلاجيه الخاصه بها. تعالى نشوف مع بعض. أنا اسمي سوزي ريموزي، عندي 18 سنة. مشكلتي بدأت من وأنا صغيرة، أنا عارفة سنيني مش مظبوطة، مش عايزة أسمع كلمة تجرحني من حد يقول لي حاجة ليه أضايق نفسي، فلو ما بضحكش وخلاص. يعني أنا أصلا مش بخاف من الدكتورز، مش لو عندي مشكلة. توقعاتي بعد ما أعمل سناني، حياتي بنسبة كبيرة جدا هتتغير بعد ما أعمل سناني، يمكن 80-90%. هبقى واخدة راحتي في الكلام، في الصور، كل حاجة هتتظبط، وثقتي بنفسي هتزيد، وخروجاتي وصوري كل حاجة هتتغير. عجبني في سوزي وعدها لنفسها بكل خير، وعدها لنفسها بكل حاجه جميله. ده وعد الانسان لنفسه بكل حاجه جميله، ده ينعكس او ينعكس عن ثقته بالمنظومه الطبيه اللي هو التحق بيها. المنظومه الطبيه بقى بتقدم له اجراءات تطمينيه وبتوضح له عدد من الخطط العلاجيه اللي هتتم ليك فهتطمنك اكتر. اشرح لي الاجراءات والخطط العلاجيه. رقم واحد احنا عملنا تصوير بروفيشنال للحاله وبدانا نعمل لها ديزاين. فاول حاجه هي شافتها بعينيها، شافت الديزاين لاسنانها، يعني شافت رسمه الاسنان هتبقى عامله ازاي، واحنا ما عملناش حاجه خالص. حاجه اتفضلي اقعدي. طبعا انا يعني بحييها لانها جريئه جدا واختارت ان هي ما تقفش قدام المشكله اللي عندها. هي عندها كل حاجه حلوه ما عدا الاسنان، فقالت لا انا مش هفضل مستنيه وافضل اقول انا استنى اسناني هتفضل مضايقاني. هنا زي ما انت شايف احنا عاملين ديزاين للاسنان، فهي شافت اللي عملنا تحليل وعملنا ديزاين، فهي شافت شكل الاسنان عامل ازاي قبل ما نعمل حاجه. فده مبدئيا بيدي اطمئنان للحاله ان احنا ماشيين في تراك مع بعض سوا، مش ان انا في حته وهي في حته. هي عايزه تشوف بعينيها شكل الاسنان هيبقى تقريبا عامل ازاي، فاحنا بنعمل الديزاين وبنوريه لها. تاني حاجه لما بنعمل الاشعه ثلاثيه الابعاد وبنبدا نقعد الكيسه، حاجه لما تمسك الاشعه ثلاثيه الابعاد دي وتوري الحاله، انت بتوري له السكال او الجمجمه دي
كاملة تلفها قدامه. المشهد ده لو حضرتك شفته مشهد الواحد شايف الفك كله بيتحرك قدامه يمين وشمال، ومش بس كده احنا بنتحرك جوه الفك بنشوف كل ملي من العظم والاسنان. فبالتالي لما الحاله تبقى قاعده وشايفه ان هي شايفه بعينيها المشاكل اللي عندها، وشايفه ان احنا شايفينها، ومتاكده ان احنا عارفين كل جزء من الملي في الفك عندها والاسنان، فبالتالي مجال الخطا عندنا يكاد يكون منعدم. فبالتالي ده يديها الثقه في الفريق اللي هيشتغل. يعني الفريق مش جاي يشتغل زي زمان عمياني وهنشتغل وندور لا، انت حضرتك شفتي معانا انت فكك عامل ازاي، اسنانك عامله ازاي، العظم عامل ازاي، واحنا بنشرح لك، فانت متاكده من البلان اللي معموله. عملنا الاشعه ثلاثيه الابعاد، عرفنا احنا محتاجين نعمل نحت تجميلي للثه قد ايه، عرفنا احنا محتاجين نعمل لو هنعمل علاج عصب لاسنان فيها مشاكل عرفنا عدد القنوات فيها ايه وطول السن قد ايه بالظبط، في اي مشاكل تحت الاسنان ولا لا. بعد كده بدانا بقى نختار طريقه العلاج. هنا احنا عملنا نحت للاسنان. انا هنا بقى مهم قوي اختيار طريقه التجميل. هيك احنا اول ناس طلعنا قلنا ان في حاجه اسمها نو بريب، يعني في حاجه اسمها عدسات للاسنان اللاصقه بدون تحضير للاسنان. حضرتك بتيجي وحضرتك حاله تنفع، عشان نقول مش بقول لك تيجي تعملي يعني، بس حضرتك حاله تنفع. ليه؟ حضرتك سنانك مرصوصه، مرصوصه كويس جدا، فالحالات اللي اسنانها مرصوصه ما بتحتاجش المسها، هي انا مش محتاج المسها، فبالتالي اقدر اخد حضرتك المقاسات او اصورك واعمل لك تجميل اسنان بدون ما احضر في الاسنان خالص خالص، انا ما لمستش مش هلمس ولا سن، تمام؟ لكن في نفس الوقت ما ينفعش بقى يجي واحد سنانه معوجه الفرق ما بين كل سنه وسنه سنتي ويقول لحضرتك قلت ان انت بتعمل تجميل اسنان من غير برد الاسنان. حضرتك لو ما بردتلكش اسنانك يبقى انا عملت ايه؟ اذا كانت السنه عندك معوجه خارجه كده وسنه داخله، وانا لو جيت النو بريب وحطيتها طب انا هغير لك، انا كده غيرت لك حاجه مش ليك، يعني للي عنده مشكله في اعوجاج الاسنان وما عملتلوش تحضير ما عملتلوش نحت يعدل الاسنان، هينفع احط له نو بريب؟ هيك ينفع احط له نوبريب؟ لا ينفع يعني هم مصدقين ينفع نحط له نوبريب؟ الكيس بيجي مصدق انه ينفع، معرفش ليه، يعني معرفش جاب الانطباع ده منين؟ هيك منين فكرت ان ينفع يتحط لك عدسات للاسنان لاصقه؟ حضرتك محتاج نحت للاسنان عشان تتعدل، فبالتالي اختيار بقى هتعمل فينير ولا نو بريب يعني مفيش تحضير خالص للاسنان، ولا احتاج نحت للاسنان، مين اللي يقرر؟ الدكتور. الدكتور اللي يقرر بناء عليه مش بمزاجه. الدكتور ده مش قاعد على هواء قال يلا انا هعمل لك انا هات لك الاسنان. مبدئيا احنا اريح حاجه بالنسبه لنا في التجميل هو ان انا ما احضرلكيش حاجه خالص. هو انا اشتغلت؟ انا عملت ديزاين وخدت المقاسات وصورتك ورحت عامل الاسنان، ما اشتغلتش في بقك. لكن عشان اعمل فينير بشتغل. علشان اعمل بقى نحت تجميلي لا، ده انا بشتغل وبشتغل كتير قوي لان لازم اعدل في وضع الاسنان كويس جدا. طب عشان يبقى انا عشان اختار ان انا اعمل كده واختار الاصعب يبقى انا ما قداميش حل تاني. فرجاء الحاله يسيب الدكتور يختار الطريقه اللي هيشتغل بيها، يعني الكيس دي ينفع اعمل فيها نحت تجميلي؟ هنجيب فيه صوره من الجنب، في فرق كبير جدا بين الاسنان، ينفع هنا احط نو بريب؟ ينفع اجيب عدسات اسنان؟ هتبقى هي اياها. بص هنا الفرق قد ايه؟ يعني بص واحده متقدمه واحده متاخره، ناب خارج بارز جدا واللاترال داخل والسنترال خارج. هنا ما ينفعش تيجي حد يقول لي اعمل دي نو بريب او اعملها فينير، حتى دي ما تنفعش فينير. يعني الحاله دي ما تنفعش تعمل فينير اللي هو قشره تجميليه لانها هتظل على نفس الشكل من عدم التناسق. بالظبط كده، انا هنا محتاج انحت اساوي الاسنان وبعد ما انحتها ابدا اركب عليها الـ الشكل النهائي بتاعي. فبالتالي وده بيتعمل ايه؟ بيتعمل على ديزاين، احنا خدنا مقاسات، وهنا تجميل الاسنان ما ينفعش يتعمل من غير ما تاخد مقاسات. ما فيش حاجه اسمها اصل انا صورتك سيرك بس، بنشتغل بالسيرك، لكن لازم اخد مقاسات لان هعمل على المقاسات حاجه اسمها موكب، هعمل على المقاسات انا هحضر الاسنان دي هنحتها فاعرف ان حتى قد ايه، واعمل عليها شكل مبدئي بالشمع نحت كده شكل تجميلي علشان ابقى شفت الاسنان بتاعتها قد ايه، فاعرف انا هنا هشيل قد ايه، هنا هشيل اللثه، هشيل من اللثه قد ايه، هعمل نحت تجميل اللثه قد ايه، السن الناب ده هدخله ازاي. لازم اعمل كده على الكاست، مش هاجي اتفاجئ وانا قاعد الكيس قاعد على على التشير وانا شغال واتفاجئ باي حاجه، انا لازم اكون عملت ده
قبل ما اعمله في بقها. هي دي الخطه العلاجيه. ده ما بيتعملش على فكره في واحد غير في 1% من من الناس، من 1% من الدكاتره هو اللي بيعمل كده، اللي بيطبق بروتوكول تجميلي سليم. بروتوكول تجميلي يعني بصور تصوير بروفيشنال، يعني بعمل ديزاين، يعني باخد مقاسات، يعني بعمل تحضير على الكاستات او على الصبات اللي اشتغلت عليها، يعني بعمل موكب بركبه في بق الحاله عشان تتفرج على اسنانها، واعمل حاجه اسمها اختبار دايناميك، يعني اختبار بالحركه. لحيك لما بتعمل التجميل على الكاست، الكاست ده مفيهوش شفايف، ما بيضحكش، ما بيعملش الحركات الطبيعيه. فانا باخد الشكل ده قبل ما بعمل الفاينل، بحطه في بق الحاله ونبدا نتكلم ونصورها فيديو وهي بتتكلم وبتضحك وتعمل كل الرياكشنز بتاعتها، علشان اشوف لا ده انا هنا وهي بتتكلم مش باين 2 مللي، لا انا عايزها يبان 2 مللي. طب انا محتاج اطول ولا اقصر؟ ماسك بقى وقت وبعمل كومنتات على الفيديو. موضوع التجميل موضوع مش سهل كده، انت بتتعب جدا مع الحاله، تقعد تشتغل عليها كويس، مش بتاخد مقاسات وتروح تبعتها لللاب واللاب يجي يبعتها لك، او بتصور بالسيرك وتطلعه من السيرك تحطه في بقها، مفيش الكلام ده، التجميل مش كده. بتوريها الاجهزه اللي هتشتغل عليها؟ تشرح لها؟ طبعا مبدئيا حضرتك اي حاجه هتعملها للحاله، لو قلت له لو انت عايز الحاله تحرك وشها يمين او شمال، ما بتحركوش بايدك. حضرتك بتقول له ممكن حضرتك تتحرك معايا يمين او شمال، فاقل حاجه اهي الحاله لازم يكون عارف ان هو هيتحرك يمين او شمال. فبالتالي لو انا هستخدم له جهاز لازم اقول له حضرتك ده جهاز ليزر، جهاز الليزر ما بيوجعش، وجهاز الليزر بنستخدمه اما بنكون مش هنشيل عظم، اللي هو السوفت ليزر يعني. بفهم الكيس كويس قوي. في كيسز بتجيلي اقول له ايه مثلا، اقول له حضرتك عارف ان الزرع مرحلتين، يقول له اه دكتور انا سمعتك، اقول له لا حضرتك اسمعني تاني، هيك لازم تسمع كويس انا اقول ايه، لازم تبقى عارف ان مثلا الزرع مرحلتين، المرحله الاولى هي مرحله الزرع وبنستنى ان العظم يمسك في الزرع مثلا، وبعد 3 شهور هنبدا مرحله التركيبات بالذات في الاسنان الخلفيه عشان الاحماض. يقول له دكتور والله العظيم عارف انا سامعك، اقول له لا حضرتك لازم تسمع مني تاني. احنا بنعمل بروتوكول مع بعض وبنعمل عقد، مش عقد ممضي يعني، عقد انت سمعتني كويس وعرفت انا هعمل ايه وهستخدم لك ايه، ولازم تبقى فاهم يعني ايه نحت للاسنان، ويعني ايه نحت، ويعني ايه نحت خفيف، ويعني ايه نحت بنحت الاسنان كلها، ويعني ايه نو بريب. لازم تبقى كل الحاله تبقى عارفه كل الحاجات اللي هتعملها بالظبط. ان كان هنا دايما بتسالني يعني عن حاجات خاصه بالايه، هي بتفرق دايما هلا عندها كلمه هي بتفرق، فانا عايز اعرف الحالة النفسية يعني. الحالة النفسية لسوزي لحد ما نشوفها ان شاء الله الاسبوع الجاي، بس انا متحمسة دلوقتي اعرف من حضرتك هي بقت عاملة ازاي، حالتها النفسية وفرق معاها في ايه يعني. طيب. فرق معاها في شغلها ازاي وحياتها؟ احنا عندنا صور حالة على طول طبعا هتفرق جدا. احنا عندنا صور ليها بعد ما عملنا الاسنان، وفيها صور وهي بتضحك، وهي بتضحك بقى عادي يعني، صوره عاديه، صوره فوتوغرافي كانها لمجله او لحاجه، وهي لما تيجي ممكن تورينا لما كانت موديل كانت بتتصور ازاي. سوزي من الناس اللي هم التوب موديلز اللي ليهم مستقبل كبير جدا، عمرها ما اتصورت وهي بتضحك كده، وهي بتضحك من قلبها، كانت دايما بتتصور هي فيري اليجنت، بتتصور وهي دايما قافله بقها. كل الصور مفيش صوره متصوراها قبل ما نعمل التجميل وهي بتضحك كده. دلوقتي هي بتضحك كده لانها هي خلاص بقى عندها ثقه في نفسها، مبسوطه، خدت النتيجه اللي هي كانت عايزاها، يعني هي كان نفسها في نتيجه ما وريناها لها وحصلت عليها. هي كان عندها ثقه فينا لما كانت بتقول انا واثقه وما بخافش من الدكتور وعارفه ان انا هوصل لنتيجه كويسه، هي خدت النتيجه الكويسه لانها كمان شافتها اثناء العلاج، زي ما قلت لك عملها موكب وبصت عليها واتفقنا عليها وصورناها فيديو واحنا وهي بتتكلم، لا عايزين نطول هنا، لا النبي هنا يخش شويه، لا بص بقى انا ليه جايب الصور دي؟ الصور دي صور بروفيشنال بتورينا شايف الخط الاسنان مرسوم ازاي مع الشفايف؟ تفتكر في حلقات كتير دايما اقول لك ايه؟ ليه ما احنا بنعمل تجميل والحاله بتضحك؟ يبقى عندنا علاقه ما بين الاسنان وما بين الشفايف السفليه، تلاقي الاسنان ماشيه على حافه الشفايف من جوه. لو الاسنان دي ماشيه على نص الشفايف او على اخرها من بره، يبقى انا عندي هنا ضب. هنا انا متاكد ان انا ما عنديش ضب، دي لو صورنا لو جبنا الصوره من الجنب مستحيل يبقى عندها ضب، احنا راسمين الاسنان بالظبط. هنا شايف الاسنان الاسنان واقفه على حرف الشفايف من جوه، الاسنان واقفه مع البروفايل بتاعي،
الحاجات دي مهمه جدا. يعني احنا لو عملنا معلش الصوره دي محتاجه يا جماعه نجيب زوم، لو احنا كمان. لو احنا عملنا زوم عليها هي زوم كويس قوي، بس لو تخيلتوا السيدان عامله زاويه عامله ازاي مع الشفايف فعلا اللي فوق، مع الشفه اللي فوق بالظبط، ومع الشفه اللي هي ايه، لو احنا خدنا خط عليها الخط مستقيم، انت عارف لو السنه دي مالت لقدام طبعا هيبقى شكلها وحش جدا. حضرتك عينك عينك يعني ما عملتش زاويه 90 دي عامله زاويه التفاصيل المهمه دي، لان دي تفاصيل مهمه جدا. انت فاكر الناب كان عامل ازاي؟ لا احنا متخيل الناب ده دخل. الاهم بقى من كل اللي انا بقول لك عليه، احنا عندنا هنا شكل جمالي بيرفكت 100%، الاسنان متدرجه واخده الانسايزل ايدج، واخد الترانسليوسنسي او الشفافيه بتاعه الاسنان الطبيعيه، وطالعه بالديجريديشن مش سنه مصمطه، اللمعه بتاعتها لمعه طبيعيه. بص على الـ على الـ على اللمعه، مش لمعه لا اوفر ولا اندر، لمعه طبيعيه جدا. عيب انا عايزك تركز على اللثه اللي حوالين الاسنان. طبعا لا اللثه يعني انا ما برجعش خلاص الحاجات دي. انا ليه مصر، ليه مصر في البرنامج ابقى جايب الصور البروفيشنال للدنتل؟ انا مصر ان انا اطلع الصور بحجمها ده واكبر علشان الناس تتاكد ان مفيش ديفوه، علشان بعد كده الدكاتره اللي هتطلع صور في التلفزيون تبقى كين قوي انها تصور كده، لان احنا بنعمل منافسه اهو، احنا دلوقتي بنعمل منافسه مع الناس، تمام؟ لما نطلع الكواليتي ده في التصوير وان انا اكبر قوي كده، يعني انا واثق ان شغلي مفيش ديفوه. يعني انا اللسة عندي هنا اللي هي الناس مش مركزه فيها، اللسة هنا لونها ولفتها حوالين السنه هيك، مستحيل لو شفت الحاله دي تقول ان دي اسنان معموله. السنه الليفل بتاعها طالع، الايدج بتاعها والحرف بتاعها طالع من تحت اللسة، واللسة هيلسي جدا صحيه، مفيش اي بلجنج، مفيش اي لون، يعني مش مبيضه يعني ايه؟ يعني ان السنان دي معموله وضغط عليها، عيك لو دوستي على لسه عندك هتبعدي هتقللي الدم منها فهتبيض. هنا مفيش، هنا مفيش الكلام ده، هنا اللسه لونها طبيعي ومش حمراء، يعني مفيش التهاب. السنه نفسها اللمعه بتاعتها طبيعيه جدا، انا مش عايزها تبقى ماشيه في الشارع ولا إيه انت عامله اسنانك، لا هم يبصوا عليها يقولوا اسنانك حلوه. اللون اخترناه بناء على لون بياض عينيها، مش لونه خلاص يبقى لون ابيض تباشيري او لون غامق او لون مط. او اقول لك على حاجه هتعجبك، الاختيارات هقول لك على حاجه هتعجبك بحكم ان انا اصل احنا عندنا في البطنه في فرع المخ الاعصاب العضلات بتاعت الوش دي كنا بندرسها. من ضمن العضلات عضله اسمها الاوربيكولاس اوريس اللي حوالين البق. لو رجعنا للصوره اللي فاتت دي اللي هي الصوره القريبه للسنان، هتلاحظ انه حجم الشفايف اختلف بعد تجميل الاسنان. بالظبط، هتلاقي ان الشفايف باينه رفيعه في الصوره الشمال القديمه، صح، وباينه ثكر رغم انها قريبه شويه. انا عارف ان في زوم ان شويه في الصوره اليمين، لا بس حقيقي اللي حضرتك بتقوله حقيقي 100%. العضله بدات تشتغل براحتها، يعني عندها في عقلها عندها حدود لاكشن العضله، ما تقدرش تبتسم للاخر، ما تقدرش تشغل العضله لغايه الاخر فتفتح بقها. فالشفايف لما بتتاثر بعضله منقبضه بنسبه معينه بتبقى الشفايف استرتش شويه فتبقى باينه رفيعه. لو بدات تريلاكس، لو هي بدات تهدى خالص هي هتبتسم ابتسامه كامله، فهتلاقي الشفايف بقت ريلاكسد مش مشدوده، مش عليها استرتش، وبدات تبقى بالكي، بدات تبقى حجمها كبير. واقول لك بقى على حاجه كمان، طبعا حضرتك قلت الجزء اللي هو الجزء الخاص بالاعصاب، لان هي فعلا وهي بتضحك عندها يعني الابتسامه عصبيه شويه، فده بيبقى شادد شفايف. في حاجه ثانيه، بروز الناب والسنترال رامي الشفايف لبره. بص حضرتك بص الشفه هنا عامله ازاي؟ مقفول يعني خارجه مشدوده، فخروج حضرتك لو خرجتي شفايفك لبره هترفع، انت شدتيها زي الاستك، فهي هنا خارجه زياده عن الطبيعي. لما رجعنا الناب في مكانه الطبيعي ورجعنا السنترال في مكانه الطبيعي وبقى القرش بتاعي مرسومه الرسمه الطبيعيه بتاعته، الشفايف خدت وضعها الطبيعي فرجعت لحجمها، ما بقاش هنا بقى عندي هوموجينس او بسميها ايه هوموجينس؟ يعني متناسقه متجانسه، تحس ان شفايفها متحركه حركه متناغمه. هقول لك على حاجه هتعجبك قوي عشان تاخد برضه في الاسنان قوي قوي، دي بتعجبني قوي في شغلك. لو رجعنا للصوره تاني النهارده اللي بيعجبني قوي الناب لما بتعمله في مناين، يعني انت بتعرف تعمل الناب في مناين ولا في رباعي؟ بتاع ست او عندنا هنا بحر بتاع بنت ولا بتاع راجل؟ بالظبط، عجبتك انا لما قلت لك طبعا ده خلاص انت بقيت علامه في الاسنان. الليفل كمان الليفل الاسنان مع الشفايف اللي تحت ده مهم، ان انت بتبقى واخد شكل القرش
شكل الشفايف عندي القرش بيبقى وحاجة بتتحكي بتبقى شفايفك مش ستريت، تبقى واخدة قرش كيرف كيرف، فلازم الاسنان تاخد نفس الكيرف ده. لا عارفه لو ما خدتوش هتحس ايه؟ تحس ان في 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 سواد بالظبط. طب هنروح بقى نتفرج على 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 كل اللي تم في حاله سوزي، حاله المثيره المهمه جدا. تعالوا نشوف مع بعض. سلام السوسي، عايزين نلتقي بيها ان شاء الله ان شاء الله. أكيد انا بس عايز اعلق على حاجه صغيره جدا. اخر حاجه كنا بنعملها هو ان احنا بنتاكد احنا حصلنا على تجميل، ما ينفعش احصل على تجميل من غير وظيفه. فاخر جزء كنا بنعمله كنا بنتاكد ان احنا محققين وظيفه الاسنان بنسبه 100% وهي وظيفه الاطباق، يعني ان الاسنان الاماميه بتقطع، يعني ان الضروس بتطحن. ده كان مهم جدا انك مش تعمل تجميل وفي الاخر تيجي الكيس مش عارفه تاكل ولا تشرب. لا لازم تحقق تجميل ووظيفه الاثنين مع بعض. انت نورتنا النهارده، انا اتشرفت بيكم وسعدنا بهذا التعليق. وطبعا تحليلي للاسنان كان متفوق جدا، والميزه ان انا مش اساسا مش طبيب اسنان بالظبط. يعني انا راجل طبيب بشري، دي حاجه دي شطاره دي شطاره. يبقى انا ذاكرتني جدا، ذاكرت كويس جدا الحمد لله. بس اصل انت برضه ليك طريقه جميله في تحليل المعلومه وذاكرنا مع بعض، يعني ايام الخميس دي ما كانتش بتعدي اوضه يعني. الحمد لله انت نورتنا النهارده، انا اتشرفت بيك. نورتنا نورتنا دكتور ايمن، نورتنا جدا يا دكتور، نورتنا دكتور نور، وخليكم دايما مع الناس الحلوه.